السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم رضا عبد الحميد، شركة جراند، الشركة الأولى في مجال عمل تطبيقات الجوال الأندرويد والآي أو إس. النهاردة هنشرح تطبيق اسمه مرسول، تطبيق على الأندرويد وعلى الآي أو إس مع المستخدم، وبيبقى فيه طبعا تطبيق مع مندوب التوصيل، وفي داشبورد أو لوحة تحكم مع كل مطعم أو متجر أو صيدلية أو واتيفر، وفي لوحة تحكم رئيسية مع الأدمن صاحب التطبيق. التطبيق طبعا خاص بطلب وتوصيل الطعام والمأكولات، وأي شيء أنا عايز أطلبه بقدر إن أنا أطلبه من خلال التطبيق. لو ضغطنا على التطبيق كده، طبعا أنا نزلت التطبيق من على جوجل بلاي وعلى أبل ستور، فبضغط على التطبيق كده بيبدأ إن هو يجيب لي السبلاش سكرين أو الصفحة الافتتاحية بتاعتي، بيقول لي اختار اللغة، بختار اللغة العربية مثلا وأقول تأكيد، بيقول لي اكتب الرقم الفيريفيكيشن كود أو رقم الموبايل بتاعك الجوال بتاعك، فبكتب رقم 011537109 وأبدأ إن أنا أستنى تجيلي فيريفيكيشن كود أو رسالة تفعيل SMS على الموبايل. طبعا دلوقتي الرسالة هنكتبها، الرسالة جات لي 5915 جات لي على الجوال بتاعي، فبكتب الرسالة تمام كده تم التحقق. بيديني بعض التوتوريال او المعلومات عن التطبيق، بيقول لي ان التطبيق يعني انت تقدر تطلب من المتاجر والمحلات الموجودة في مدينتك، بتقدر ان انت تجربة يعني ان انت تكلم الطلبات في مرسول. طبعا انا اقدر ان انا اتخطط الكلام ده كله، تقدر تتواصل مع المناديب التوصيل وهكذا. بيبدأ ان هو يعني يقول لي حدد اللوكيشن بتاعك، تمام، فعل خدمة تحديد المواقع او اللوكيشن، تمام، ببدأ ان انا فعلها عشان يعني يجيب لي اللوكيشن او الموقع الحالي بتاعي. من هنا كده بقدر ان انا بقى يعني اطلب المأكولات اللي انا عايزها. فمثلا لو انا قلت مثلا هطلب كشري، تمام، وبحث، فبيبدأ ان هو يجيب لي كل المحلات الكشري الموجودة في اللوكيشن او المدينة بتاعتي او الاقرب ليه على الخريطة. فمثلا هنا كشري التحرير ده مثلا مطعم وعامل حتى عرض خصم 20 جنيه على الاوردرات، والمسافة بيني وبينه حوالي 56.10 يعني اقل من نص كيلو، وواخد ريت 4.6 تمام. كشرينا، كشري هند، كل ديت محلات نقدر نطلب منها. فمثلا هخش اطلب من كشري التحرير، تمام، بيبدأ ان هو يقول لي الاصناف والوجبات اللي عنده. طبعا هنا في عدد المشاركات 16500 مشاركة، هو مفتوح دلوقتي، المسافة بيني وبينه زي ما قلنا اقل من نص كيلو متر، تمام، عامل خصم 20 جنيه على التوصيل، توصيل مجاني بحد اقصى 20 جنيه، تمام، وعامل برضو عروض. وديت كده الصفحة بتاعته بتاعت الطلبات، فبيقول لي مثلا هنا الصنف ده او الوجبة ديت ب 130 جنيه، في طبق مثلا ب 75 وهكذا. لو عاوز بجانب الحاجة زي كده اطلب اضافات عليها، يعني مثلا اطلب مثلا علبة عدس، صلصة، شطة وهكذا. لو عاوز اطلب حلو بطلب من هنا برضو كده الاصناف الاضافية الاخرى، لو عاوز اطلب مشروبات كولا، مية وهكذا. فمثلا انا هطلب وليكن الصنف دوت، وهنا بيقول لي انت عايز تزود منه كمية قد ايه، يعني هنا زائد او ناقص. فمثلا لو هطلب كميتين، تمام، او طبقين او حاجتين من هذا القبيل، واقول له ارسال الطلب، بيقول لي الاول هنا المجموع بتاعي 260 جنيه وارسال الطلب، تمام، فبيقول لي هنا انه الطلب هنا يعني مش هيقدر ان هو يعني يتلغي، ان الطلب خلاص لو قلت انا تم خلاص الطلب كده تمام، فمش هقدر الغيه. فطبعا احنا مش هنقدر نكمل الطلب، وهنبدا نشرح التطبيق مره اخرى. بعد ما ان احنا بدأنا يعني نشوف طلبات تانية، طبعا بقدر ان انا برضو يعني اقول توصل من اي مكان لمكان، المطاعم، جديد مرسول، الحلويات، تمام، القهوة، كل ديت يعني اقسام رئيسية حاجة انا عايز اعمل منها طلب او اوردر واشوف. وطبعا هنا بقدر ان انا احدد المنطقة بتاعتي، منطقة النزهة او اللوكيشن بتاع الخريطة، وبرضو اقدر ان انا يعني اكتب اكتر من عنوان واكتر من لوكيشن، مثلا المنزل، العمل وهكذا.
برجع تاني واشوف الطلبات بتاعتي، الطلبات السابقة، تمام. فمثلا ده كان طلب واتأخر عليا والطلب دوت اتلغى، كان من فترة، بقدر اشوف الطلب وممكن اقدر اعيد طلبه مرة اخرى ويديني رقم الاوردر وكان من فين، واقدر ان انا اعيده، واقدر ان انا ابعت يعني رسالة للمطعم او المتجر دوت، تمام. بقدر ان انا اشوف النوتيفيكيشن او التنبيهات بتاعتي، تمام. لو في تنبيهات هنا برضو بقدر ان انا اشوفها. بقدر ان انا اشوف البروفايل او الصفحة بتاعتي اللي هو رصيدي، لو انا حطيت يعني في المحفظة او في الكاش باك بتاعي قد ايه فلوس، واقدر ان انا اضيف برضو للمحفظة عدد الاوردرات او الطلبات اللي انا عملتها، تقييمات الخدمات لو كنت عملت تقييمات، لو في عندي ملاحظات المستخدمين، لو في كوبونات او عروض تخفيضيه بتيجي بالنوتيفيكيشنز او رسائل، طبعا بقدر ان انا استفيد منها. طريقه السداد برضو لو اقدر ان انا يعني ادفع بالفيزا بالماستر كارد وهكذا او كاش، تمام. بقدر اشوف برضو في الاعدادات، برضو عندي ان انا يعني اغير نغمه الرنين، الشكاوى لو انا قدمت شكاوى في مثلا في مندوب توصيل او في مطعم او في خدمه او في اوردر، لو اقدر اعدل في البروفايل، اقدر اغير اللغه بتاعت الابلكيشن، اقدر ان انا اشوف الشروط والاحكام، سياسه الخصوصيه، اقيم التطبيق كله، اشوف نبذه عن التطبيق، احذف الحساب بتاعي. دي كانت نبذه مختصره عن تطبيق مرسول، واتمنى تعملوا معنا سبسكرايب او اشتراك في قناه اليوتيوب بتاعتنا وتفعلوا الجرس. شكرا لكم.